استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني من سكان مخيم العين إثر إصابته بالرقبة برصاص قوات الاحتلال الخاصة وهو داخل مركبته أمام مخيم بلاطة، فيما استشهد شاب آخر من مخيم قلندية برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مدينة البيرة برام الله. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل رؤية في فلسطين حافظ أبو صبرة. حافظ، صباح الخير، دعنا أكثر في صورة التفاصيل وحول استشهاد الفلسطينيين في نابلس ورام الله. صباح الخير رانيا. يعني هو ليلى والله حامية الوطيس في رام الله ونابلس ليلى الماضية. في نابلس قوات خاصة اقتحمت مخيم بلاطة في وقت متأخر بعد منتصف الليلة الماضية وحاصرت منزلا كان يتحصن فيه أحد المقاومين الفلسطينيين وقامت بإطلاق قذائف صوب هذا المنزل، فيما قامت باعتقال هذا المقاوم الفلسطيني بعد حصاره لما يقارب الساعتين والاشتباك معه من خلال إطلاق النار صوب القوات الخاصة، هذا بالإضافة لحدود عمليات إطلاق نار في محيط المنطقة التي كانت محاصرة أيضا من قبل مقاومين آخرين. اعتقل المقاومة الفلسطيني وحدثت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على إثر انسحاب القوات الخاصة والقوات المعززة التي يعني كانت تحميها في محيط مخيم بلاطة. هناك عدد كبير من الإصابات سواء برصاص الحية ورصاص المعدني المغلف بالمطاط أو حتى بالاختناق نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع. من بين الإصابات كانت للشاب يزن أو سامر خالد عفوا الذي أصيب بالرصاص الحي في الرقبة بشكل مباشر بينما كان جالسا في مركبته، نقل لمشفى رفيدي الحكومي وأعلن عن ارتقائه شهيدا فجر هذا اليوم بالتزامن مع إعلان ارتقائه شهيدا وهو من مخيم العين غرب نابلس وأصيب في بلاطة شرق المدينة. كان هناك انسحاب لقوات خاصة إسرائيلية محمية بقوات من جيش الاحتلال في منطقة سطح مرحبة وحي أم الشرايط في مدينة البيرة المحتلة، وكان هناك مواجهات مندلعة أيضا بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أصيب على إثرها الشاب يزن عفاني وهو من مخيم قلنديا ونقل الى مجمع فلسطين الطبي في رام الله حيث اعلن عن استشهاده يعني منذ ما يقارب الساعه. يعني هذه الاحداث التي حدثت الليله الماضيه تاتي مع استعداد الفلسطينيين لان يعلن الف من الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال عن بدئهم باضراب جماعيا عن الطعام، وهذا يعني أن هناك فعاليات على الأرض من خلال خطة إسناد ستقرها لجنة الطوارئ العليا المساندة للأسرى في محافظات الضفة الغربية. نعم، وهذا يعني أن الميدان سيكون حاميا والتظاهرات الفلسطينية ستصل إلى مناطق التماس لربما مع بعد صلاة يوم غد الجمعة. نعم، إذا مراسلنا حافظ أبو صبرة كان معنا من فلسطين المحتلة ليطلعنا على تفاصيل استشهاد فلسطينيين من رام الله وأيضا مدينة نابلس. ونبقى في نفس السياق الفلسطيني حيث علق الأسير الفلسطيني خليل العواودة اضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه في الثاني من تشرين الأول المقبل بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية. وقالت الهيئة في بيان إنه وفقا لاتفاق تعليق إضرابه وإعطائه قرارا جوهريا سيبقى في مستشفى أساف هورفيا الإسرائيلي حتى تعافيه تماما، مرجحة الإفراج عنه في من المستشفى وعدم عودته للمعتقل لأن حالته تتطلب رعاية ووقتا طويلا للتعافي. واستمر إضراب العواود 172 يوما وهو يعاني من وضع صحي حرج وبحاجة إلى متابعة طبية حثيثة.